Нареч, сейчас нам салют. Ох, як все порозлітало жарно. مشاهدينا الكرام، هذه صور تظهر تدمير منصة صواريخ روسية غرب كييف. مرة أخرى وكالة الأنباء الأوكرانية تنشر مقطعا تقول إنه للحظة تدمير منصة إطلاق صواريخ روسية بواسطة طائرة مسيرة في إحدى المناطق غربي كييف. Щось вони. Це він тікає по ходу цього бука, я так думаю. Чи ні? Не в сторону. А може щось упало і пішов подивитися, що. Бігає туди-сюди. مشاهدينا الكرام، وللوقوف على آخر تطورات الأوضاع على الأرض ينضم إلينا الآن مباشرة من مدينة دنيبرو الأوكرانية موفد الجزيرة مباشرة عبد العزيز مجاهد. عبد العزيز أحييك، وابتداء بالطبع أريد أن أتعرف على تطورات الأوضاع إليك تحديدا أيضا فيما يخص تطور العمليات العسكرية، تفضل. أحمد، لازال مع انتهاء اليوم الرابع من هذه الحرب لازالت العمليات العسكرية تتركز في أربعة محاور: محور خاركيف وهو الأشد سخونة، ومحور ماريوبول جنوب المدينة التي أقف فيها الآن، وكذلك محور إقليم الدنباس والذي أخيرا محور العاصمة الأورانية كييف. أشد المحاور سخونة هو طبعا أكيد محور خاركيف الذي أعلن عمدة المدينة صباح اليوم استعادة سيطرة الجيش الأوكراني على كامل المدينة وخروج القوات الروسية منها. هذا الخروج الذي كان مفاجئا للأوكرانيين أنفسهم، حيث صدوا محاولات المتكررة للجيش الروسي من الدخول إلى مدينة خاركيف. جنوب دنيبرو حيث أتحدث الآن تجري معركة أخرى في ماريوبول، ويحاول الانفصاليون السيطرة على هذه المدينة الحيوية والاستراتيجية على البحر الأسود. أما المدينة التي أتحدث منها مدينة دنيبرو فهي ستكون في طريق الانفصاليين إذا ما نجحوا في السيطرة على ماريوبول وأرادوا أن يتجهوا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، والتي يحاولون في هذه اللحظة محاصرتها من عدة اتجاهات. نحن الآن نتحدث من ملجأ المكان الذي نتحدث فيه نظرا لأنه صافرات الإنذار كانت تدوي قبل قليل هنا في هذه المدينة. تقول بلدية المدينة أن طائرة حربية اتجهت من البحر الأسود وكانت تقترب من المدينة، ويقولون أيضا والعهدة عليهم أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت هذه الطائرة، وهذه الطائرة هي سبب إطلاق صافرات الإنذار. صافرات الإنذار دوت في هذه المدينة أكثر من 5 مرات لهذا اليوم، وهذه المدينة هي ثالث أكبر المدن الأوكرانية بعد العاصمة كييف ثم خاركيف. تأتي مدينة دنيبرو وتأتي الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة نظرا لأنه فيها المفترق لنهر الدنيبر الذي يمتد إلى العاصمة الأوكرانية كييف. إذن اليوم الرابع في هذه الحرب كان مشابها بصورة كبيرة لما حدث في اليوم الثالث، حيث لم يسيطر الجيش الروسي على أي مدن أوكرانية كبيرة خلال اليوم أو أمس، ولا زال الجيش الأوكراني يؤكد على أنه متمترس في الأماكن التي سيطر عليها عدا بعض القرى التي خسرها في إقليم الدنباس وتقدم إليها الانفصاليون واستطاعوا أن يسيطروا عليها. اليوم أيضا نشر الجيش الأوكراني العديد من مقاطع الصور التي تظهر تدمير عربات وآليات ومضادات روسية في مختلف المحاور ومختلف الجبهات. وأيضا قال اليوم محافظ العاصمة الأوكرانية كييف أن القوات الأوكرانية لم تسمح لأحد بدخول المدينة، وأنه لا وجود لأي مسلحين روس أو أي جيش روسي داخل العاصمة الأوكرانية كييف، رغم أن صافرات الإنذار كانت تدوي قبل قليل أيضا في العاصمة الأوكرانية كييف بسبب الضربات الصاروخية المحتملة وكذلك الطلعات الجوية، إلا أن محافظ المدينة يقول أنه الجيش يسيطر بصورة شبه تامة على العاصمة كييف. عبد العزيز، لعل البعض يبدي اندهاشه من فكرة الصمود الجيش الأوكراني أمام العملية العسكرية الروسية، وهناك بالطبع معلومات متضاربة سواء تخرج من روسيا أو من أوكرانيا. من خلال مشاهداتك وأنت على الأرض، ما الذي يحدث؟ ما الذي أعاق يعني تقدم الجيش الروسي في كثير من المدن الأوكرانية بهذا الشكل؟
أحمد حتى يون أنفسهم ربما يكونوا مندهشون من هذا الصمود. اليوم كتب رئيس أركان الجيش الأوكراني تغريدة ذات دلالة وقال نحن نواجه أحد أكبر الجيوش في العالم، نجحنا خلال 48 ساعة في تجنيد أو في تسليح أكثر من 100,000 مقاتل، وهذا رقم ضخم ليتم تسليحه خلال 48 ساعة. لكن منذ عام 2014 حتى هذه السنة جرى تحديث وتطوير الجيش الأوكراني وتسليمه أسلحة نوعية، والأسلحة النوعية هي كلمة السر في هذه المعارك، المضادات الدروع، مضادات الطائرات، وكذلك المضادات الأرضية التي استخدمها الجيش الأوكراني ويبدو أنه استلمها ويبدو أنه يستخدمها بكفاءة شديدة، وهو ما يمنع تقدم الأرتال الروسية في العديد من المحاور. الأرتال الروسية يبدو في هذه اللحظة أنها تحاول السيطرة على المدن الكبرى، لكن طيب والمدن التي دخلتها تعاني فيها وتتكبد فيها خسائر كبيرة حتى هذه اللحظة. طيب عبد العزيز، قبل أن أكمل معك، على ما يبدو أن فكرة العقوبات لم تتوقف عند العقوبات الاقتصادية فقط وحظر الطيران الروسي في الأجواء الأوروبية بأكملها، لكن وصلت حتى إلى كرة القدم والفيفا. الفيفا قرر منذ قليل منع استخدام العلم الروسي والنشيد الوطني الروسي خلال أي مباريات تلعب فيها فرق روسية، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يقول مكتب فيفا قرر بالإجماع عدم إجراء أي منافسات دولية في روسيا، والفيفا تقول نجدد التنديد بغزو روسيا لأوكرانيا ونعرب عن تضامننا مع المتضررين مما يجري في أوكرانيا. والرئيس السويسري، هذه نقطة أخرى، لكن على ما يبدو أن مسألة العقوبات لم تتوقف كما ذكرنا عند المسائل الاقتصادية. حتى منذ قليل أيضا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن أن إنجلترا لن تلعب أي مباراة ضد روسيا ضمن أي منافسة دولية خلال المستقبل المنظور. عبد العزيز، بالعودة إليك مرة أخرى، الناس العاديين في 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 أوكرانيا، كيف هي معنوياتهم الآن؟ يعني هل ارتفعت بسبب ما يسمعونه من صمود من قبل الجيش الأوكراني وصد هذا الغزو الروسي أم ماذا؟ يعني كيف يتعاملون مع هذا الأمر؟ الأوكرانيون يستعدون للمقاومة، ربما هذا هو العنوان الأبرز أو الأشمل. اليوم كنت أتجول في هذه المدينة أحمد، كل المراكز الحكومية في هذه المدينة تحولت إلى مراكز لاستقبال المساعدات، يقوم الناس بتقديم ما يمكنهم تقديمه للجنود وللعساكر على في الجبهات، وكذلك المركز الرئيسي للمدينة تحول إلى ربما مصنع أو معمل لإنتاج زجاجات المولوتوف. الآلاف من الزجاجات يتم تصنيعها عن طريق مئات المتطوعين الذين يتم النداء عليهم ويتم سؤال المواطنين عن جلب كل المواد التي يمكنهم أن يقدموها من أجل دعم الجيش في صموده. نحن نتحدث عن ربما 4 أو 5 خطوط دفاعية للجيش الأوكراني، نتحدث عن الجيش، نتحدث عن مسلحين يسيرون في دوريات ويتمركزون في تمترسات خلف الجيش، نتحدث عن مسلحين آخرين، والآن نتحدث عن مدنيين ورجال وكبار سن يحملون زجاجات المولوتوف وينتظرون في قلب المدن. هذا فيما يتعلق بالأوكرانيين. أما فيما يتعلق بالنازحين داخل أوكرانيا فالأوضاع شديدة الصعوبة. اليوم تجولنا في محطة القطار الرئيسية، الحكومة سيرت رحلة قطار من هنا إلى ليفيف ومن هنا إلى الحدود، هناك تكدس شديد. تحدثنا مع الكثير من العرب وأغلبهم كانوا طلاب، معظمهم وحتى بعض الأسر وبعض العائلات معظمهم أحمد نازحون إلى المجهول، يقولون نحن لا ندري ماذا سيحدث عندما نصل إلى الحدود، لا نعرف إذا كنا سنعبر هذه الحدود أم لا، نريد فقط أن ننتقل إلى مكان أكثر أمانا من المكان الذي نحن متواجدين فيه الآن. هذه المدينة مدينة دينيبرو بها كلية للطب وكلية كذلك لطب الأسنان وكلية للصيدلة، والكثير من الطلاب يحاولون حتى الخروج من المدينة. الحركة صعبة في ظل تكرار إطلاق صافرات الإنذار ودعوة الناس للنزول إلى الملاجئ، وكذلك ساعات حظر التجوال حيث ما إن غابت الشمس تمنع الحركة تماما على الأرض. إذن هي ظروف إنسانية صعبة، وأيضا في الجانب الآخر هناك الآلاف من الأوكرانيين. أحد الطوابير التي لاحظناها أحمد بوضوح اليوم هي الطوابير على محال بيع الأسلحة،
يقف يقف الأوكرانيون في طوابير تمتد ربما بعشرات الأشخاص لشراء الأسلحة وشراء الذخيرة وتسليح أنفسهم استعدادا لما هو قادم. هذا عدا عن مراكز التابعة لوزارة الدفاع التي تستقبل المتطوعين وتسلحهم وتعطيهم الأسلحة والذخيرة وكذلك الأدوات التي تمكنهم من الانضمام للقوات المسلحة. ما تأثير العملية العسكرية عبد العزيز على حياة الناس؟ يعني بمعنى على الحصول على المنتجات الغذائية، الأشربة، يعني في هذا السياق كيف تسير حياة الناس؟ كيف رصدت هذا الجانب عبد العزيز؟ أحمد، كثير من هذه المنتجات قل كثيرا وأصبح تواجده ليس متوفرا بصورة كبيرة في أرفف المطاعم وفي أرفف المحال التجارية، وكثير من المحال التجارية أصلا أغلقت أبوابها خوفا من تطورات الأوضاع. بالتأكيد خطوط الإمداد تأثرت، وكذلك لذلك لم تعد يعني ليس هناك مطعم مثلا مفتوح في كل المدن التي زرناها، وليس هناك أي شيء يقدم أطعمة ولا مشروبات ساخنة. الناس تحاول تخزين الأطعمة الجافة المتواجدة. طبعا الآن الملجأ الذي أتواجد فيه امتلأ بالناس، ربما الصافرة الإنذار دوت لكننا لم نسمعها، لكن هذا العدد الكبير الذي جاء يدل على أنه صافرة الإنذار، نعم هذه صافرة الإنذار تضرب مرة أخرى تسمعها. نعم، لكن نحاول كثير من العائلات وكثير من الأطفال المتواجدين الخائفين، وهي كما قلت ربما هذه المرة السادسة خلال أقل من 8 ساعات. نعم طبعا حفظكم الله عبد العزيز والجميع. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا زميلي عبد العزيز مجاهد موفد الجزيرة مباشر، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من